السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أينما كنتم أهلا بكم إلى حصاد السعيدة أستهله بسم الله الرحمن الرحيم ومع العناوين. المؤتمر يدعو أنصاره للخروج في مسيرات ردا على طلب أمريكي للرئيس السابق بمغادرة اليمن، والخارجية الأمريكية تنفي رسميا تهديدها لصالح. مسلحو أنصار الله يسيطرون على مدينة الخوخة ويقتربون من باب المندب، وتعز تناقش الأوضاع الأمنية بمشاركة رؤساء فروع الأحزاب. منظمة الأغذية والزراعة الفاو تكشف عن وجود قرابة 6 ملايين يمني يعيشون أوضاعا غذائية غير مستقرة. أهلا بكم إلى التفاصيل. توقعت مصادر مطلعة أن يتم غدا الجمعة الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة خالد محفوظ بحاحة. وقالت المصادر لموقع سبتمبر نت إن المشاورات استكملت بخصوص تسمية المرشحين للحقائب الوزارية بناء على الاتفاق الذي وقعته مختلف المكونات والأحزاب السياسية مطلع الأسبوع الحالي، والذي نص على تفويض الرئيس عبد الرب منصور هادي ورئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح بتشكيل حكومة كفاءات وطنية وفقا للمعايير المتفق عليها في وثيقة السلم والشراكة الوطنية. وكانت الأحزاب والمكونات السياسية قد وقعت السبت الماضي على اتفاق التفويض المشار إليه، وأكدت في الاتفاق التزامها التام بعدم الطعن فيما سيتوصل إليه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وكذا التزامهم بتقديم كافة الدعم اللازم بما فيه الدعم الإعلامي للحكومة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها. عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اجتماعا طارئا اليوم برئاسة سلطان البركاني الأمين العام المساعد للوقوف أمام العديد من المستجدات الوطنية وما وصفوها بالتداعيات الأخيرة المتصلة بمحاولة بعض الأطراف لفرض عقوبات في مجلس الأمن الدولي على رئيس المؤتمر الشعبي العام وشخصيات يمنية أخرى. من جديد تعود اجتماعات اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني مع البيانات الصحفية، لكنها هذه المرة في الإطار الدولي وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية. ساعات فقط فصلت بين الأخبار التي تناولتها المواقع الصحفية التابعة للمؤتمر الشعبي العام بشأن الطلب الأمريكي من الرئيس السابق علي صالح بمغادرة اليمن، وبين هذا الاجتماع الطارئ الذي عقد اليوم برئاسة الأمين العام المساعد للمؤتمر سلطان البركاني، وقف فيه أمام ما وصفوه بالمستجدات الوطنية والتداعيات الأخيرة المتصلة بمحاولة بعض الأطراف فرض عقوبات في مجلس الأمن الدولي على رئيس المؤتمر الشعبي العام وشخصيات أخرى. إنما ينبغي إدراكه بوعي أن السعي الدؤوب الذي يقوم به البعض للأسف لفرض عقوبات أو التلويح بها ستكون له آثار سلبية على مسار التسوية السياسية والحكم عليها بالفشل الذريع، إذ إنه وبدلا من مواجهة الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية المتدهورة والتي حذر منها أخيرا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، فإن الاندفاع نحو فرض أي عقوبات ضد أي شخص أو طرف من الأطراف اليمنية سوف يخلق أزمة جديدة تفاقم من تلك الأوضاع المتدهورة أصلا وتدفع بها نحو مآلات خطيرة تهدد ليس أمن اليمن واستقراره ووحدته فحسب، بل أمن جيرانه والأمن في المنطقة عموما. البيان تضمن دعوة المؤتمر وأحزاب التحالف جماهيرهم ومناصريهم إلى الاستجابة والخروج في مسيرات سلمية يوم غد الجمعة لرفض ما وصفوها بالوصايا الأجنبية على اليمن. وإنه في ضوء تلك التداعيات المؤسفة وكإجراء أولي فإن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ومعهم كافة الفعاليات الوطنية المنتصرة للوطن وسيادته يدعون كافة أبناء الشعب اليمني الحر الكريم إلى الاستجابة لدعوة اللجنة الشعبية للتصدي للهيمنة الأجنبية، الخروج يوم الجمعة غدا في مسيرات حاشدة للتعبير وبطرق سلمية حضارية مسؤولة عن إدانتهم ورفضهم لكافة أشكال الوصاية
والتدخل في الشؤون الداخلية اليمنية ورفض المساس بحق أي مواطن يمني في أن يعيش حرا وكريما على أرضه أو معاقبته. كما لم ينسى بيان المؤتمر تذكير بعض الجهات بموقفه من الطلب الأمريكي المتعلق بتسليم مواطنين يمنيين لمحاكمتهم في الخارج، على رأسهم الشيخ عبد المجيد الزنداني. حيث سبق للمؤتمر الشعبي العام ورئيسه الزعيم علي عبد الله صالح عندما كان يتولى منصب رئيس الجمهورية رفضه المطلق لطلب أمريكي متكرر بتسليم مواطنين يمنيين لمحاكمتهم، وكان بعضهم من المعارضين له، من بينهم على سبيل المثال الشيخ عبد المجيد الزنداني، وذلك انطلاقا من مسؤوليته الدستورية والأخلاقية تجاه كافة المواطنين اليمنيين، وحيث انحاز دوما للشعب ورفض التنازل عن السيادة الوطنية أو المساس بها. إذن هي اليمن موعودة بفصل آخر من فصول الشد والجذب السياسي، وإن كانت هذه المرة قد أخذت بعدا دوليا، نقطة ارتكازه تنطلق من على طاولة مجلس الأمن الدولي. أسامة السالمي، حصاد السعيدة. من جانبها نفت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم توجيه أي إنذار للرئيس السابق علي عبد الله صالح بسبب الدور الذي تشتبه واشنطن أنه يقوم به لإغراق البلاد في الفوضى حد تعبيرها. وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان نشرته وكالة رويترز إن ما قاله المؤتمر الشعبي العام عن تهديدات لصالح من الولايات المتحدة غير صحيح، مشيرة إلى أن السفير الأمريكي لم يعقد أي اجتماعات مع مسؤولي المؤتمر الشعبي العام وأدلى فيها بمثل هذه التصريحات. وفي ذات السياق التقى سلطان البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام بالسفير الأمريكي في اليمن ماثيو تويلر، وناقش معه المستجدات على الساحة الوطنية والتداعيات الأخيرة وموقف المؤتمر الشعبي العام منها. ووفقا لموقع المؤتمر نت، فقد جدد سلطان البركاني في اللقاء موقف المؤتمر الشعبي العام الرافض لمحاولات فرض أي عقوبات على رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبد الله صالح أو أي مواطن يمني، ورفض أي مطالب بإخراج الرئيس السابق أو أي مواطن من اليمن. وفيما أكد الطرفان على أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، اتفقا على ضرورة التواصل المستمر خلال الساعات والأيام القادمة للوصول إلى تفاهم مشترك لمعالجة الأزمة اليمنية القائمة بشكل كامل. استنكر مجلس النواب ما وصفها بالتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية اليمنية السياسية والأمنية والعسكرية وغيرها. وعبر مجلس النواب في جلسته اليوم عن رفضه كل الممارسات والضغوطات التي تصدر من قبل السفارة الأمريكية ضد أي مواطن يمني بما في ذلك الرئيس السابق علي عبد الله صالح والمجلس، وقال إن ذلك يعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية اليمنية وانتهاكا لسيادة البلاد ودستورها والقوانين والأعراف الدولية حد وصفه. وأكد المجلس النواب إن على جميع الجهات المختصة وفي مقدمة ذلك رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي تحمل مسؤولياتهم الدستورية في الحفاظ على سيادة وأمن واستقرار الوطن وأبنائه. كما دعا النواب كافة الأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للإعلان عن رفضها القاطع لجميع أشكال التدخلات الأجنبية في شؤون اليمن الداخلية والوقوف صفا واحدا في حماية المصالح الوطنية وتحقيق السلم الاجتماعي. سيطر مسلحو جماعة أنصار الله اليوم على بلدة الخوخة بمحافظة الحديدة، ونشروا أطقمهم المسلحة في شوارعها حسب ما أفاد مصدر محلي. مصدر محلي قال إن المسلحين تمركزوا في النادي الرياضي للبلدة ونصبوا نقطة تفتيش بالقرب من الميناء العسكري في المدينة، مضيفا إن مسلحي جماعة أنصار الله فرضوا سيطرتهم على المدينة دون أي مواجهات، وإن قيادة الجيش في معسكر أبو موسى الأشعري الذي يتبع قيادة المنطقة الخامسة بقيادة راجح لبوزة لم تواجه مسلحي الجماعة، مشيرا إلى أن قيادة الجيش لم تسمح للمسلحين بالدخول إلى المعسكر وأخبرتهم بالاكتفاء فقط بالسيطرة على البلدة الساحلية. كما أفاد المصدر بأن المسلحين في طريقهم نحو معسكر خالد بن الوليد وهو البوابة العسكرية لمدينة المخا والمنطقة العسكرية الرابعة التي يقودها اللواء محمود الصبيحي التي
يقع في نطاقها مضيق باب المندب الاستراتيجية. حث محافظ تعز شوقي أحمد هائل جميع المكونات السياسية والسلطة المحلية واللجنة الأمنية بالمحافظة، حثهم على تضافر الجهود لتطهير تعز من المظاهر المسلحة وملاحقة المطلوبين أمنيا وتجنيب المحافظة أشكال الصراع. جاء ذلك خلال ترأسه اليوم اجتماعا ضم اللجنة الأمنية ورؤساء فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية. وفي الاجتماع أشاد المحافظ شوقي بدور المكونات السياسية واستشعارها المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحساسة، كما أن الاجتماع وقف أمام جهود اللجنة الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار وتشديد الحزام الأمني على المدينة والتحلي باليقظة الدائمة. مسؤولو فروع الأحزاب من جانبهم عبروا عن تقديرهم لجهود السلطة المحلية واللجنة الأمنية، مؤكدين مساندتهم للجهود المبذولة لترسيخ الأمن في عموم المديريات. عقد اليوم بمحافظة تعز لقاء تشاوري موسع للمكونات الاجتماعية بمديريات المصراخ والمعافر والمواسط والشمايتين وخدير والصلو وسامع وحيفان برئاسة وكيلي المحافظة عبد الوهاب الجنيد ومحمد عبد العزيز الصنوي. وأكد الوكيلان إن اللقاء يهدف إلى رص صفوف جميع المكونات الاجتماعية من أجل السلام والأمن وتجنيب محافظة تعز الصراعات والعصبية المقيتة. لليوم الثاني على التوالي تواصلت في محافظة تعز اللقاءات التشاورية لتعزيز ميثاق الشرف الذي وقعت عليه جميع الشرائح الاجتماعية بالمحافظة منذ عامين. فتنفيذا لتوجيهات محافظ محافظة تعز شوقي أحمد هائل، قام وكيل المحافظة الأخ عبد الوهاب الجنيد بعقد لقاء تشاوري موسع بمنطقة السنة بمديرية المعافر مع مشايخ وأعيان مديريات الشمايتين والمعافر والمواسط والمصراخ. مديريات المصراخ والشمايتين والمعافر والمواسط، فأنتم العمود الفقري لهذا القطاع، وبكم ومن خلالكم سنعمل جميعا من أجل الأمن والاستقرار في هذا القطاع. فنحن هنا ندعو إلى لم الشمل وإلى لم الصفوف وليس إلى الفرقة، وعلى السلطة المحلية في المديريات ضرب من يخالف ذلك وإحالته إلى القضاء. في نفس السياق ترأس الأخ محمد عبد العزيز الصنوي وكيل محافظة تعز لقاء تشاوريا مع الشخصيات الاجتماعية لمديريات خدير الصلو السامع وحيفان، نقل فيه دعوة المحافظ شوقي المكونات الاجتماعية إلى رص الصفوف من أجل السلام والأمن وتجنيب المحافظة الصراعات والعصبية. ندعوكم جميعا إلى تعزيز قيمة ومكانة الكلمة الطيبة في أوساط المجتمع وترشيد الخطاب الديني والإعلامي وعدم السماح لمن يصطادون في الماء العكر أو يتخذون المسجد والإعلام منطلقات لزرع الخصومة والشقاق وإثارة التعارات الطائفية والحزبية والمذهبية. في ختام اللقاءين أجمع الحاضرون على الالتزام بمنع إطلاق النار في الأعراس والمناسبات والحد من ظاهرة حمل السلاح والابتعاد عن أي تحريض مناطقي أو فئوي. رهيم الشرعبي، حصاد السعيدة. طالبت قناة سهيل الفضائية اليوم جماعة أنصار الله بإعادة ما استولى عليه أتباعهم من معدات القناة وإصلاح ما تم إتلافه وتعويض الخسائر الناتجة عن احتلال القناة وتوقف البث حد وصفهم. وقال البيان إن اقتحام المسلحين لمبنى القناة ووقف بثها تسبب في خسائر مادية ومعنوية. وأضافت إن الإدارة استلمت مبنى القناة من جماعة أنصار الله بالجزء اليسير من الأجهزة والأدوات التي تعرضت معظمها للإتلاف الكامل أو التخريب الجزئي بعد مماطلة لأكثر من 43 يوما. وأكدت على أن القناة تطالب بحقها القانوني في استعادة المنهوبات والتعويض الكامل للتخريب والعبث والنهب وما ترتب على انقطاع البث من خسائر مادية مع المعلنين ورعاة البرامج حد تعبيرها. أجلت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة صنعاء أول جلسة لها في القضية المنظورة أمامها والمرفوعة من موظفي ومنتسبي قناة اليمن اليوم ضد الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى 10 نوفمبر الجاري لعدم تكليف رئاسة الجمهورية لمحام بالترافع بالقضية. ورفع موظفو القناة دعوى ضد الرئيس هادي للمطالبة بفتح القناة وإعادة المعدات المنهوبة
وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار وخسائر فادحة على مدى 5 أشهر متتالية جراء قرار الرئيس بإغلاق القناة دون أي مبرر قانوني أو دستوري بحسب مضمون الدعوة. كشف التحليل الميداني الذي أجرته منظمة الأغذية والزراعة في اليمن الفاو أن ما يقارب من 4,800,000 نسمة، أي ما يعادل 18.3% من السكان، يعيشون في أوضاع غذائية غير مستقرة. وبحسب التحليل الذي أجرته المنظمة في سبتمبر من العام الجاري، فإن 5,800,000 نسمة من السكان يعانون من أزمة غذائية شديدة، وإن أكثر من 334,000 من السكان نازحين من بيوتهم، بينما هناك أكثر من 215,000 من العائدين إلى بيوتهم من النزوح بحاجة إلى مساعدات غذائية. كرم محافظ تعز شوقي أحمد هائل اليوم قائد اللواء 35 مدرع السابق العميد ركن يوسف الشراجي بدرع العاصمة الثقافية تعز لدوره الوطني المشرف في قيادة اللواء خلال المرحلة الماضية. وفي حفل التكريم ثمن المحافظ شوقي الدور الوطني للعميد يوسف الشراجي في اللجنة الأمنية بتعز في التصدي لأعمال العنف والتهريب خلال المرحلة السابقة، فيما عبر العميد يوسف الشراجي عن تقديره للسلطة المحلية بتعز على تكريمهم ومواقفهم في مساندة اللواء 35 مدرع. من جهته أعرب قائد اللواء 35 مدرع الجديد العميد منصور معجير عن أمله في مواصلة المشوار الوطني للواء والإسهام في حفظ الأمن والسكينة بتعز. نشر ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لفريق منتخب اليمن الوطني لكرة القدم وهم يفترشون الأرض لأكثر من 10 ساعات متواصلة في أحد المطارات. وقال الناشطون إن قيادة وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم تركوا أعضاء الفريق الوطني لمدة 11 ساعة في مطار الرياض بانتظار رحلتهم بدون أي أدنى اهتمام. وأضافوا بأن أعضاء فريق المنتخب الوطني اضطروا للبقاء في مطار الرياض من الساعة 8 مساء وحتى 11 صباحا والنوم على أرضية المطار بدون توفير غرف للنوم في الفنادق للفريق الذي يمثل أكثر من 20 مليون يمني. فجر مسلحون أنبوب النفط في منطقة الصرواح محافظة مأرب ما أدى إلى اشتعال النيران في الأنبوب وتوقف تصدير النفط. مصدر محلي بالمحافظة قال إن عناصر مسلحة قامت في وقت متأخر من مساء أمس بتفجير أنبوب النفط في منطقة الصرواح ما أدى إلى اشتعال النيران في الأنبوب وتوقف تصدير النفط. وأضاف أن هذا التفجير يأتي ضمن سلسلة التفجيرات التي تعرض لها الأنبوب خلال الفترة الماضية. بعد يومين من الأحداث التي شهدتها الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة، قام وفد من وزارة حقوق الإنسان ومنظمات مجتمع مدني ونشطاء حقوقيون صباح اليوم بتقصي الحقائق وذلك لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعها وتفادي تكرارها مستقبلا. إلى التفاصيل. على أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدتها إصلاحية المركزية بالأمانة، وصل وفد مشكل من وزارة حقوق الإنسان ومنظمات مجتمع مدني ونشطين حقوقيين. المهمة للوفد هي تقصي حقائق وشكاوى صدرت من خلف القضبان. شكل لجنة من وزارة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وبعض الأخوة المحامون من نقابة المحامين للنزول إلى السجن المركزي للاطلاع على البلاغات التي تلقيناها بخصوص استخدام قوة مكافحة الشغب جناب المسيلة للدموع لتفريق أو لإجراء التفتيش، وأن كانت سمعنا أن هناك انتهاكات ونحن الآن بصدد التحقيق في هذا الموضوع. تعددت الأسباب وتشابكت المسببات وبين الشباك، تمت من يقول أن من حق السجناء أن يعيشوا حياة كريمة ويمارسون طقوسهم داخل حيطان هذا السجن. بنبحث عن تليفونات، عن سكاكي، عن حبوب، عن حشيش، وأيضا قالوا لنا أن قد في يمكن
ربع بوليس داخل. ما دور نيابة السجن عندك؟ دور نيابة السجن النيابة إجراءات التفتيش. أنا الآن قد أكون محبوس على يقين الحرية، لكن مش من أنا عرضه إنه تفتيش بدني، تمام، إنه واصل إنه تجي في أي وقت من الأوقات، هذا من إجراءات التحقيق حتى إذا وجدت دليل معين يكون له قيمة قانونية. مثلما للسجين حق، فإن عليهم حق الالتزام بخارطة اللوائح التي ترسمها وزارة الداخلية. وصلنا العديد من البلاغات التي تفيد بأن هناك حالة انتهاك لحقوق السجناء من بعض السجناء من خلال الاتصالات والرسائل عبر التليفونات، ولكن هذه تعتبر في نظر وزارة حقوق الإنسان وفي نظرنا كمسؤولين في الوزارة بلاغات. في ظل أمن مكسور الجناح ووضع تشظى، فإن الحيطة والحذر أمر تستقيم معه الحياة، خاصة وأن هناك من دروس الفرار للسجناء وتهريبهم، لكن لا يجب الهروب من واقع يجب أن يتمتع فيه السجين بكامل حريته. صالح الضالعي، حصار السعيدة. نظمت مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة اليوم صباحية قصصية بعنوان الحكاية الذمارية، بمشاركة حامد الفقي وسلمى الخيواني وحفصة مجلي ومحمد السقاف ونبات السماوي ومحمد الغرباني ونجمة الأضرعي وبسام شمس الدين. وأتحف القصصيون الحضور بقراءات لبعض من نتاجاتهم الإبداعية التي استوعبت فنون القصة وتراكيبها ومفرداتها، إضافة إلى الدلالات والمعاني والتركيب والحبكات الدرامية لفن القصة. مدير مؤسسة السعيد فيصل سعيد فارع أشار إلى أن الصباحية القصصية للحكاية الذمارية تمثل لحظة إنسانية فارقة من لحظات البهجة في خضم الأحداث التي يشهدها الوطن، منوها بقدرات المشاركين وإثرائهم للمكتبة اليمنية بإبداعات قصصية متميزة وغاية في الروعة. نظمت الشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغلال بمحافظة عدن ملتقى السنابل الأول للرواد. وفي الحفل الذي أقيم بقاعة عدن مول بحضور أمين عام محافظة عدن عبد الكريم شائف والمدير الإقليمي لمجموعة هائل سعيد أنعم الأستاذ رشاد هائل سعيد، في الحفل ألقى مدير عام الشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغلال مروان عبد الدائم عبد الواحد كلمة تقدم بها بجزيل الشكر والتقدير لكل من عمل إلى بلوغ الشركة مركز الريادة وتحقيق شعار الرواد الأوائل. وأشار عبد الواحد إلى أن هذا الملتقى سيكرم عمال ومبدعي الشركة ولما من شأنه رفع ولاء العمال للشركة. وفي الحفل الذي تخللته الكلمات والمسرحيات والفقرات الترفيهية المتنوعة، قام المدير الإقليمي للمجموعة رشاد هائل سعيد بتوزيع مبالغ مالية وجوائز عينية لكل عامل كتحفيز وتشجيع لهم. انتهى الحصاد مشاهدينا، في ختامه تذكير بأبرز العناوين. المؤتمر يدعو أنصاره للخروج في مسيرات ردا على طلب أمريكي للرئيس السابق بمغادرة اليمن. والخارجية الأمريكية تنفي رسميا تهديدها لصالح. مسلحو أنصار الله يسيطرون على مدينة الخوخة ويقتربون من باب المندب. وتعز تناقش الأوضاع الأمنية بمشاركة رؤساء فروع الأحزاب. منظمة الأغذية والزراعة الفاو تكشف عن وجود قرابة 6 ملايين يمني يعيشون أوضاعا غذائية غير مستقرة. انتهى الحصاد مشاهدينا، نستودعكم الله وفي أمان الله.